محمد يحيى أحمد طاهر، مهندس كهرباء، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بالنسبة للمهنة كمهندس كهرباء هي خدمة أقدمها للدولة والمجتمع، أما بالنسبة للإمامة فهي خدمة لديني وأبناء وطني. التوفيق بين المهنة والإمامة أنه على المسلم أن يصلي في المسجد، بدلا من أن أصلي في المسجد مأموما أنا أصلي إماما. أنا إمام قطري وأفتخر